هو الراجل لازم يعرف كل حاجة عن الست وتاريخها قبل ما تعرفه، ولا ده مش من حقه؟ طب هل من حقه يتجوز على مراته من مبدأ امرأة واحدة لا تكفي ولا لأ؟ كمان هل الست لازم تعامل الراجل انه السيد الآمر الناهي واللي في ايده كل حاجة، ولا هي لازم يكون ليها دور وليها رأي، وانها لو ما عملتش كده وما عملتوش السيد تبقى ست مش مطيعة وتبقى ست عاق زي ما بيقولوا؟ خلونا نعرف اراء ضيوفنا اللي منورينا. بس الاول اسمحوا لي ارحب بيهم اللي منوريني معايا في استوديو. انت معايا الدكتوره دعاء عبد السلام، استشاري العلاقات الاسريه والكاتبه، ايضا الدكتوره اسماء علاء الدين، استشاري العلاج النفسي والعلاقات الاسريه. اهلا وسهلا بيكم منورين. ازيك؟ الحمد لله تمام. انتوا ايه اخباركم؟ الحمد لله. الحمد لله. في الاول انا كنت عايزه اسالكم عن رايكم، هل الست تحكي للراجل ما سبق في حياتها، يعني اي حاجه او اي علاقه او الماضي بتاعها قبليه، ولا ما تحكيش؟ اتفضلي يا دكتور. انا شايفه ان الست اللي بتحكي للراجل الماضي بتاعها دي زي ما انت بتقدمي لحد عربيه غاليه جدا جدا وفارهه وشكلها جميل ومبهر، بس بتديها له متفككه. فليه يعرف انا دلوقتي ما صرت عليه كان خبراتي الماضيه ايه؟ ليه يعرف زمان انا ما صرت عليه اذا كان انا بقيت شخصيه ناجحه ولا قويه ولا متعلمه ولا عندي تجارب فادتني بعد كده نتائج كويسه اتعامل بيها؟ ليه بقى اعرفه التفكك اللي حصل زمان؟ فانا شايفه انه من اللحظه اللي هو عرفني فيها ده اللي المفروض اتعامل بيه، مش لازم خالص يعرف عني الماضي. ولو حكيت في يوم من الايام، اذا كان حكيت عن طريق الفضفضه او مش لازم اقول له كل التفاصيل. خلي بالك الراجل بيحب الست الصريحه بس الذكيه، يعني صراحتها تكون بذكاء مش بغباء. مش مهم خالص اديله كتالوج للماضي بتاعي كله يعرف فيه نقط ضعفي وايه الحاجات اللي مريت بيها وايه الحاجات اللي وقعتني ويستخدمها معايا بعد كده، مش مهم خالص. دكتور دعاء، الراجل ده اللي هو الزوج ولا الراجل ده اللي هو مين؟ اللي هيبقى شريك الحياه. يعني انا لا طبعا انا مع احترامي للكلام الدكتوره ايمان، انا شايفه الدكتور اسماء انا شايفه ان هو ما فيهاش حاجه. كلنا بني ادمين، لينا اخطاء ولينا مميزات، لينا يعني بنغلط وبنرجع، يعني دي حاجه لا تقل مني ولا تخليه ان هو يفتح لي مصانع الحداد زي ما بيقولوا، الا اذا كانت حاجه مخجله او مشينه، حاجه مشينه يعني منافيه للاداب ولا الفطره المستقيمه مثلا. لكن وبرده مع ذلك انا دايما بقول الصراحه راحه. وبعدين اما انا اقول غير لما هو يعرف، لما انا اروح اقول بطريقتي باسلوبي هو انا كان في كذا وعملت كذا، وهو برضو كمان يقول، يعني يبقى لازم يبقى في صراحه متبادله. احنا مشكلتنا في المقبلين على الزواج او اللي هي فتره الخطوبه بيبقى فيها كتير جدا اخفاقات بتتمثل في اخفاء الماضي. انا بشوف ان ده سبب جوهري جدا ان للطلاق بعد كده. ليه؟ لان كل واحد بيبقى لابس ماسك ان هو معصوم من الغلط، ان هو معصوم من ان هو يعمل اخطاء فادحه. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقنا بني ادمين مش ملائكه، كل بني ادم خطاء بالظبط، يعني احنا كلنا بنغلط طبعا سواء راجل او ست. فانا شايفه ان من الاسباب الجوهريه لبناء علاقة مستقيمة وسوية وعلاقة قايمة على ركيزة اللي هي الصراحة والوضوح والأمانة. الأمانة دي نحط تحتها مليون خط. صحيح. تمام؟ وأنا أهو وحضرتك أب تو يو، وافق أو ارفض. لكن إن أنا ما أقولش لا، أنا ضد ده كلية. هو في خلط بس. وضد إن 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 أنا أخفي حاجة، وخصوصا اذا كان الشخص ده او الشخصيه دي احنا يعني خلاص متفقين ان احنا هنرتبط ارتباط غليظ اللي هو الزواج. خلينا نقول ان نوعي المقبلين على الزواج، يا جماعه ما فيش حد خالي من العيوب، ما فيش حد خالي من الاخطاء، ما فيش حد فينا ملاك سواء كنت راجل او ست. فانا مع باب المكاشفه من باب الصراحه ودي امانه.
امانه. دي وجهه نظر. في خلط بس بين ان انا اكون لابس ماسك وانا مش بكاشف وانا مش بصرحك عشان بخدعك وبخونك وبتاع، وبين ان انا ست رغايه بقعد احكي المهم والمش مهم، تفاصيل ومعلومات مش مهم الراجل يعرفها. في فرق. واغلب الحالات اللي انا بشوفها عندي في العياده المشكله كلها قايمه على ان هي حكت حاجات ما ينفعش تتحكي. فعشان كده بقول لك الراجل ينجذب جدا للست الذكيه، اما الغبيه اللي عماله تقول معلومات ملهاش اي لازمه على اساس ان هي كده كتاب مفتوح يا قلبي وبقول لك كل حاجه وصريحه معاك واضحه معاك. ففي يعني فرق رأيك مهم جدا. انا عايزه اسالكم انتوا الاثنين رايكم ان الصراحه ليها حدود ولا لا؟ اتفضل. المعلومات اللي هتفيدك والمعلومات المهمه في علاقتنا ده، لكن ده مش معناه ان الست بقى لازم تبوح بكل المعلومات وتقول كل الاسرار عن حياتها. وعلى فكره ملهاش علاقه بمشينه ولا مش مشينه، حاجه بيني وبين بابايا ومامتي، ليه لازم احكي له الماضي كان فيه ايه؟ لا لا لا. انا مع ان تحديد المعلومات الحاجات اللي تخصها هي، انا مع ان احنا سمات شخصيتها حاجه كانت عملتها سمات شخصيتها وكل ده سواء هو او هي، يعني مش بقول الست بس، لا كمان الراجل يقول كل ده هنعرفه من خلال معاملتنا لبعض. لكن المصارحه والمكاشفه في فتح حاجات حصلت في الماضي بتاعي سواء كانت مشينه ولا غير مشينه، معلومات مش هتفيد العلاقه، انا ضدها. طب لما يعرفها بعد كده ليه يعرفها بعد كده؟ يعرفها يعني بيحصل حد قبله او مخطوبه قبله او كان في علاقه قبله، اقول له مثلا ان انا كنت مخطوبه او في علاقه. بيعرف بعد الجواز حاجات يعني غير مقبوله. انا هقول له ان انا كنت في علاقه بس مش لازم احكي له تفاصيلها. فالمشكله اللي بتحصل الناس بيبقوا فاكرين الست بتبقى فاكره لما هي بتقدم نفسها للراجل على انها كتاب مفتوح وهحكي لك كل حاجه ومش هضحك عليك ومش هخدعك، ان دي حاجه كويسه. لا، انا ما بقولش اخدعيه، انا ما بقولش خليكي يعني عامله كوفر او ماسك او خليكي شخصيه فيك، خليكي حقيقيه بس مش ضروري يعرف كل تفاصيل. واغلب الستات اللي قابلوا بكل التفاصيل وحكوا كل حاجه وكانوا مع المصارحه والمكاشفه في الاخر انتهى بيهم الامر ان هم لا بيتعايروا لا بيتجاب لهم كلام من الماضي اصلا، انت كنت عملتي كذا او مامتك كان فيها مش عارف او باباكي ما اعرفش او ابن عمك كان. فليه نحكي معلومات مش مهمه؟ بلاش ادي هو ليه حضرتك اللي بتتكلمي بشخص محدد عن الستات؟ احنا بنتكلم دلوقتي عن سايكولوجيه الراجل والست في مساله المكاشفه والمصارحه واحده. أنا حضرتك إذا كان هنتكلم عن المعايرة فدي سمة أغلبها الستات هي اللي بتعاير مش الراجل. مفيش راجل بيعاير إلا إذا كان هو في عنده مشكلة سلوكية أو اضطراب سلوكي، إنما عامة اللي دايما بتعاير ودايما بتمن ودايما في ساعة الخناق أو ساعة الخلاف بتطلع القديم والجديد هي الست مش الراجل. مفيش راجل بمقاومات الرجولة اللي إحنا مربيين رجالتنا عليها كأمهات بيعاير او بيمن، لكن دي طبيعه في الست. لا وانا ست وبقول لك ده مش طبيعه في الستات طبعا. فحضرتك احنا يعني خلينا نقول ان المش الست بان انت تقولي لا، وانا كمان تظلمي الرجاله الرجاله كمان ما يظلموش ان هم حضرتك بتخصي. انا ما اعرفش ان انت جايه تدافعي عن الراجل، بتخصي يعني لو عارفه ان انت جايه تدافعي بس لا انا بدافع عن الحق. انا بتكلم دلوقتي بشكل في توازن، في اتنين هيقوموا بعلاقه، ما فيش علاقه بتقوم على طرف على حساب التاني، لازم يبقى في عداله ما بينهم هما الاثنين، في مكاشفه، في مصارحه، في وضوح للمعلومات المهمه فقط مش لكل لا حاجه. حضرتك كل حاله هي اللي بتحدد ايه بقى اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش، مش حضرتك ولا انا، لان كل كيس من الراجل والست المقبلين على الجواز بيبقى ليهم من وجهه نظرهم ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش. فاحنا بنقول وبنوعي المقبلين على الجواز، يا جماعه ما تخافوش، ولما انت تقول او انت تقولي ده هيبقى احسن وافضل لما يعرف بعد كده. زي ما حضرتك قلتي وتفضلتي ان في ستات حصلت معاهم مشكله، في برضه رجاله حصلت معاهم مشكله ومشكله كبيره، ان هو عرف حاجات ولما جه ان هو واجهها بيها اتطلقوا. فنحن ليه يا جماعه المكاشفه والوضوح، احنا مش على راسنا بطحه ولا هندفن راسنا في الرمله. اللي هيقبلني بعيوبي وباخطائي يقبلني، اللي ما يقبلنيش خلاص الله يسهله والله يسهلني. طيب يا دكتوره دعاء، عشان احنا في مجتمع شرقي ساعات كتير بعض الرجال او اغلبيه الرجال لما بيعرف انه الست اللي هتبقى مراته او مراته كانت على علاقه بحد قبل كده او كانت مرتبطه او كانت بتحب،
تبدا بقى الوساوس لو هو ما عرفش تفاصيل، تبدا الوساوس تبقى في دماغه، ده اكيد مسك ايديها قبلي، ده اكيد مش عارف الحاجات اللي هي بتبقى التفاصيل الصغيره اللي بتخلي الراجل يبقى ما ترتبطش بيه، بيتعرف بقى. بيبقى يعني انت بيبقى فيه شواهد على ان هم لا يصلح خلاص. انت ما تقبلتش وقعدت تعيش في خيالات وفي اوهام وفي تصورات، ده يبقى انت الحمد لله ربنا كشفهولي في الاول والحمد لله ان انا قلت خلاص ده ما ينفعش، لان ده هتبقى شخصيه شكاكه ولا تستقيم الحياه في شك في المطلق وهلاوس بقى وتخيلات. طب على ايه بالظبط؟ طب ليه يا دكتوره اسماء مش شايفه ان المصارحه او المكاشفه الكامله تخليه فعلا زي ما قالت الدكتوره دعاء انه ياخدني باكج على بعضي، هو شافني بعيوبي وبمميزاتي، باخطائي اللي فاتت وصلحتها ازاي، وعرفت اقوم واقف على رجلي ازاي، وبقيت شخصيه دلوقتي عامله ازاي. يعني هو قدامه كل حاجه، بقى قدامه الكتالوج مفتوح تماما وهو عليه الاختيار. مش احسن ما فعلا يعني انا بحاول اقرب وجهات النظر، انا ماليش وجهه نظر في الموضوع ده، انا مش هقولي برايي خالص النهارده، انا بتكلم من وجهه نظر علميه بحته. يعني انا ما بتكلمش من وجهه نظري انا كاسماء، انا لان انا كاسماء شايفه ان العلم لما او الحاجات اللي في علم النفس بتقول لك النفس البشريه دي ما بتحبش ان احنا نقعد نقول معلومات مش هتفيد بحاجه. مش لازم اقول لك تفاصيل مش هتفيدك بحاجه. ماشي اصالحك وكشفك في حاجات هي ممكن تكون مهمه بالنسبه لك، ممكن تكون مهمه جدا للعلاقه بتاعتنا، ممكن تكون هتقوم العلاقه بتاعتنا صح زي ما هي قالت، ما يجيش يكتشف مره واحده ان كان في كذا، لكن تفاصيل ومش هقول لك هخبي، هي برضو في خلط، احنا مش واصل وجهه نظر عشان في خلط، انا مش هخبي، انا كنت في علاقه قبل كده ومش مهم تعرف ايه التفاصيل، مش بقول لك انا ما كنتش في علاقه قبل كده، وبقول لك كنت في علاقه وما كانش فيها تفاصيل، لا، حدودي ان انا اقول لك الحاجات اللي تنفعك، والمفروض ان انت تحميلي كمان الحدود بتاعتي الشخصيه، فان انت مش تعرف كل التفاصيل. ليه بنقدم الست ان هي او الاثنين او الشخصين ان احنا حدودنا مفتوحه على بعض ويلا انت عارف كل حاجه وانا اعرف كل حاجه؟ دي مشكله، بتحصل مشكله بعد كده. حتى لما بيرتبطوا وبيتجوزوا ولا بيخلفوا ولا بيبقوا مع بعض 20 30 سنه، مش شرط ان لازم يحكي كل حاجه وهي تحكي كل حاجه، دي مشكله. وبعد كده نرجع نقول هي العلاقه ليه سابها الملل؟ هو ليه في الطلاق الصامت؟ هو ليه احنا عايزين نسيب بعض؟ هو ليه الزواج صامت؟ عشان كده، عشان طول الوقت في ان احنا بنقول كل حاجه ولازم اعرف عنك كل حاجه ولازم افتش في التليفون بتاعك وتفتشي في التليفون. لا أنا حوارات طبعاً كتير قوي 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 عن المكاشفه والمصارحه وان احنا نبقى كتاب مفتوح والكلام ده مش صح.